يعني انت عايزاني اعمل ان انا على علاقه بالجنيه اللي اسمها لوليا دي؟ هو ايه المشكله؟ انت خسرانه ايه؟ يعني ده ما يبقاش اسمه نصب. ضحكتيني. ده البلد كلها ماشيه بالنصب. يلبس طاقيه ده ليه ده؟ مش فاهمه. افهمك انا؟ عارفه الناس اللي بتشتغل بالسياسه اللي كل شويه يروحوا يدوا الناس سكر وزيت وشويه فلوس في ايديهم عشان ينتخبوهم؟ عارفاهم دول؟ بسمع عنهم. الناس دي بتنصب بالمصطلحات والمفاهيم اللي محدش بيفهمها ولا عايز يفهمها. يا اختي انا مش فاهمه منك حاجه، انا كل اللي يهمني ان انا يبقى معايا فلوس زي بقيه الناس وخلاص واعرف اعيش. طب اقول لك على حاجه ثانيه، عارفه رجال الاعمال الكبارات دول؟ ايوه. تعرفي عنهم ايه؟ عارف انهم بيطلعوا في التلفزيون وبشوفهم يعني بالعربيات الكبيره دي في الشارع. طب يا فالحة العربيات اللي في الشوارع حد منهم نزلك وقال لك خدي ده في ايدك اديكي حاجه اساعدك بحاجه؟ بلاش الاعلانات اللي ماليه الشوارع بتاعت الفيلا والقصور والمطاعم والاكل الاشكال والوان اللي عمرك ما دقتيه، تعرفي عنه حاجه؟ اعلانات ايه بس يا ستنونة؟ انا فين والكلام ده كله فين؟ انا اكتر حاجه بحلم بيها ازاي اخلص من جابر الزفت ده وابقى حره نفسي. عايزه تبقي حره؟ اسمعي كلامي. انت عارفه يا بنت يا تميمه اللي زيك كتير في الشارع ليه؟ تزعليش مني يعني، عشان كله قاعد ايده على خده زي ما انت قاعده كده ومقنتخ وعايز يجيله الغنى والهنا لحد عنده، محدش عايز يشتغل ولا يعمل حاجه. يعني العاطل وقاعد في بيتهم فاكر ان بابا نويل هيخبط عليه ويديله الشهريه اول الشهر، بيقول لك لا عكوسات ومعرفش مين عامل لي عمل، والبت اللي عنست ومحدش اتجوزها مش تصلح في نفسها، تقول لك لا جارتي عامله لي عمل، لا مش عارفه الجني اللي تحت الارض عاشقني. انا بقى بريحه مش اكتر. والنبي انا دماغي اتقلبت وما عدت فاهمه حاجه خالص. انا فاهمك، احنا مش بنضحك على الناس، الناس اللي عايز تضحك على نفسها. أنا آسف إن أنا جيت لك من غير ميعاد. لا يا فندم مفيش حاجة. خير؟ أبداً، كنت عايزك تشرفيني في الاسم، في كلمتين صغيرين كده كنت هاخدهم منك عشان أقفل بيهم المحضر. والله أنا لسه أعصابي تعبانة قوي، ممكن حضرتك تديني كام يوم وأعدي عليك؟ أنا سبتك اليومين اللي فاتوا عشان تهدي شوية. تحت أمر حضرتك يا فندم. يا ترى حسام ما كانش له أي أعداء؟ حسام كان طيب ومسالم وكل الناس بتحبه. وانا قلت لحضرتك الكلام ده قبل كده. انا سمعت ان انتوا اتجوزتوا قريب، كنتوا بتحبوا بعض؟ مش فاهمه ده علاقته بالتحقيق. اقرا التقرير ده وانت تعرفي. مش فاهمه حاجه. تقرير المستشفى بيقول ان جسم حسام كان فيه اثر لكدمات وبعض الردود، وده كان باين في جسمه، وبيدل على انه تعرض للتعذيب والضرب المبرح قبل الحادثه. النيابه هتطلبك عشان تحقق معاكي، واعتقد ان في حاجات كتير قوي عنك عايزه تقوليها. حسني تعالى عايزاك. يا سلام، ده انت تأمري. احنا هنطلع فوق ولا ايه؟ ايوه، الموضوع اللي عايزاك فيه ما ينفعش نتكلم فيه في الشارع. لا ما تقلقيش من الناحيه دي، انا كتوم كتوم يعني. طب انا مش عايزاك تقول لاي حد على الموضوع ده، ده سر بيني وبينك. يا بنت انا كبير، انا كبير. جربيني بس. طب تعالى. ايه في ايه؟ نريح شويه من السلم. الله، اقعد. بص بقى، انا عارفه انك صايع، وعارفه ان انت عارف الدنيا ماشيه ازاي كويس قوي، وعارفه ومتاكده ان اللي هطلبه منك ده مش هترفض تعمله لي. محدش يقدر يقول لك لا يا علي. البنت ليلى قالت لي قد ايه انت كنت واطي معاها، واللي انا عايزاك فيه ده محتاج حد واطي. واطي كان على الواطي انا؟ ايه في ايه؟ انا عايزاك تزور لي شهاده التخرج. سمعت قلت ايه؟ لا قولي تاني كده. اللي انت سمعته، عايزه شهاده بتقول ان انا خريجه تجاره انجلش اداره اعمال، وبتقدير امتياز كمان. امتياز كمان؟ ده الشغلانه كبيره قوي. اللي انت عايزه. اللي انا عايزه
يا اخي ده انت طلعت واطي واطي. عموما اكون عند حسن ظنك وعند حسن ظن الواطيانه. انا عامل لك الشغلانه كلها من غير اي مقابل عشان خاطر المرحومه الله يرحمها الفاتحه لها. بس يا جليلة مالك؟ ما تريحي نفسك شوية. مش قادرة يا عليا، دماغي هتنفجر ومش عارفة أعمل إيه. قولي بس في إيه؟ لو مش عايزة تقولي ما تتكلميش خلاص، أنا مش هضغط عليكي. بس عايزة أقولك يا جليلة إن كاتمة في القلب وحشة. أقولك سلمى مزعلاكي. سلمى؟ والله ما عارفة أقولك يا عليا. يبقى هي اللي مزعلاكي. بس أنا مش حاضرة أقولك غير إنك لازم تستحمليها. هي ملهاش غيرك، دي اختك، لا انت اخترتيها ولا هي اختارتك، انت الكبيره. وبعدين الحمد لله ربنا اداها اللي هي عايزاه، وهو بكره تتجوز وتبعد عنك وتريحي دماغك منها خالص. تتجوز مين وزفت مين؟ ده طلع نصاب يا عليا، طلع نصاب. ايه؟ زي ما بقول لك كده يا اختي، طلع نصاب ووقعنا في مصيبه، يا علم هنطلع منها ولا لا؟ بس انا عارفه ده ذنب فتحي الغلبان. بقولك ايه يا اختي، سيبك من الكلام الاهبل ده دلوقتي، كل واحد بياخد نصيبه، وبعدين ده ممكن يكون احسن لك واحسن له. خلينا بس في اللي حصل، احكي لي ايه اللي حصل وهتعملي ايه. والله احنا رحنا الامير ابن الشيخ زهاد وهو ماشي في الموضوع. على العموم امير جدع ومحترم، وعلى ما اسمع يعني ان هو محامي شاطر، اكيد هيوجد لك مخرج في الموضوع. المهم يا اختي دلوقتي انا عايزه اشتغل ومش عارفه اعمل ايه. بصراحه نفسي مش جايباني اروح الكافيتيريا اللي انا كنت شغاله فيها. روحي، مش انت كنت كويسه معاهم؟ اه كنت كويسه معاهم، ولما سبتهم سبتهم بكل ذوق وشكه يعني. طب روحي وانت ونصيبك، مش بدل ما تقعدي تلفي على الفاضي. رايك كده يعني؟ اه طبعا رايي كده. طيب انا هقوم بقى، وبقي كلميني وطمنيني. جليله انا ما عادش ليا حد غير اهل الحاره والناس الطيبين اللي زيك. ابي شقي عليا، طولي عليا طله كده من عليا.